اهلا وسهلا البنات، اهلا وسهلا الحباب ديالي. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال. ما تنساوش البنات لايك ديالكم والبارطاج من القناه مع العائله ومع الاصدقاء، وكذلك التعليقات ديالكم الزوينه. بديت معكم الفيديو كيف ما العاده بالنشاط والحيويه والطاقه الايجابيه البنات. المهم بديت كنشقى، كنوجد في الغداء، دايره الكسيكسو البنات، كنغسل في الماء. يعني شحال من حاجه اللي ديري اليوم كتعاودي غدا. كيف ما كتلاحظوا، شوفوا اللبيسه اللي لابسه البنات، صراحه جاتني زوينه بزاف. هادو اللي كنت شاركتهم معكم مؤخرا، هاد تريكو هذا اوفر سايز، كيجي بحال سورفيت، صراحه زوين بزاف. وكاملين شكرتوها البنات. جبت شويه ديال الشعريه ديال الكنافه، حيدت منها تلج وبديت كنقطع فيها. بغيت بين ما تصايب ليا الكسكسو اليوم، كان صايب كسكسو للبنات، ندير شي حاجه هكا حلوه، شي تحليه ولا شي حاجه. المهم كتعدي هاد الشعريه هادي في الفريغو، فجبتها غادي ندير الكنافه بالقشطه البنات. نويضه راه ناشطه. ايوا بالصحه والراحه يا اختي. ايوا ما كاينش منى هذا اليوم. وهنا البنات ونجبد بلاطو فطاح، ما عرف الصراحه، لان ندى هي اللي كتحط الماعن من الماكينه، حتى ما عرفتش شنو دوك البلاطويات عزازين عليا بزاف. ولاني بدا البلا والباس، صبحنا على التهراسه البنات مع الشقه، هذا هو الكوزينه، والشقه تتحيدها على الراس وتتجي فاش ما بغات. ملي ما طاحش ليا بعدا على وجهي، عدي الزهر ونكمل الكنافه ديالي. فمن بعد ما قطعتها رقيقه بالمقص، كندير الزبده البنات، كندوبها وكنبدا ندير فيها، يعني نحاول انني نشربها لديك الشعريه مزيان. عاد غادي ندير النص في الموله البنات، والنص الاخر يعني حتى كندير الكريمه. راني سبق ليا وشاركتها معكم البنات، الكريمه ديالها ساهله ماهله. كندير غير رابعه ديال الحليب، انا حيت هنايا دايره غير نص كيلو رابعه ديال الحليب، في جوج معلقات ديال المايزينا، جوج معلقات ديال السنيده، وكندير البنات واحد جوج ساشيات ديال السنيده اللي منسمه بالفاني. هنايا طاب ليا الكسكسو هذا ونورهان، ضرهم الجوع، ونادى قريب عليها المدرسة، فغادي نسقي لهم هما الاولين. هما كيبغيو كسكسو رقيق بالدجاج البنات، وانا راني دايره يا اختي البلبوله بالجديد وواحد الكريديسه. قرب ما نعاودش لكم، راه كنتسنى غير امتى يطيب. خلاص كانت خلعتني البوطه، بغات تسالى ساعه. الحمد لله ملي كملت بعدا كي نطيب، راني كملت سقيه، نحط للبنات وعاد نسقي ليا انا.
هما البنات عركتها بالبوله وعركتها قصريه، ما نعاودش ليكم قديد وكرداس وكل شيء. واللي جيت واحد السيده من المتتبعات ديالي الله يحفظها والله يخلي ليها بنية زعما وراها نجيب زعما، قلت لها يلاه نوضو غير شويه تخرجي ضربك الهواء. المهم كان بان ليها فاش كنت انا وماما هنا كنتقداو الطواجن، بانوا ليها دوك الطويجنات الصغار ديال اسفي وبغاتهم نصيفطهم ليها مع السلعه، وانا جيت نتقداهم ليها. وعاد باش نمشي نشوف اشنو اللي خاصني. المهم كانوا لهي هذوك الطويجنات، انا نمشي ليهم للناس. هانتوما هاد الطويجنات فين هما؟ هي كانوا عجبوها هادو، كانت شافتهم بلعتي بلعتي نوصل ليهم. هادو اللي كانت بغاتهم ديال اسفي. الولد اجي خويا اجي، كانوا عجبوها هادو ديال اسفي. انا نشوفهم ليها دابا، خصني غير هادو شت كاينين غا هادشي قليل، هادو باقي منهم هادشي اللي كاين. بغيت انا زعما سته من نفس الشكل، بغيت سته لون واحد. سته لون واحد لا مكاينينش، امتى يكونوا؟ تي ديما دي زمن، غير قول لي امتى ونجي ناخذهم. بغاش انا ما عارف انت غدا ولا غدا، دابا اليوم وصيت البارح وصيت عليهم اما اليوم اما غدا عاد يجيو. غادي صافي واخا، اليوم بالليل ولا غدا في الصباح صافي. انا المهم غنمشي تال غندير واحد يومين انا كاع ولا ثلاث ايام عاد نجي اليوم. بعدا انت خاصك سته، سته لون واحد. لون واحد ما يكونش ثلاثه هكا ثلاثه. لا لا بغيتهم سته لون واحد لواحد السيده صاحبتي. صافي يا داري شوفوا شعكاك شي طلعت ها قلتي لي 860 وش عكاك شي طلعت مني قلتي لي 860 لواحد طويجي لواحد سير ها ديكور. داكشي ديال اسفي غالي شويه، واخا ديكور غالي مغلي خويا بزاف، او 860 ريال طويجين. وا قلتي 260 ما قلتي 360 ما قلتي شوف يجي وقاد معايا الثمن الله يرحم لك الوالدين. ومشي دابا البنات غادية صغار من هذاك، بغيتو صغار من هذاك، بغيتو انا صغار من هذا. شوفوا البنات بغيتو انا صغار من هذا، صغار واحد هو هذاك هو هذا، وصايبو اللي صغار منه. لا لا بغيت انا الصغر حتى من هذا، بغيت عاد نحط فيه الزعلوك ونحط فيه كل شي حاجه فهمتي. غادي ديكور هو ما تتصايبوش، هذاك هو الصغير كاع ما كاينش ما صغر من هذا. كاينين والله حتى كاينين، شفتهم شفتهم في انستغرام عند شي بنات. ها شفتهم في انستغرام عند شي بنات، بشحال هذا؟ هذا افران. يا نمشي خويتي كويداتي. سميتو الكنافة ديالنا وجدات من الصباح نورها الحاضية، يعني سربي حتى لنا سربي حتى لنا. كنقولها بلاتي غنزوقو واحد شوية عن لعبوا على الديكور. والو اختي واش وصلنا تقولك سربي ونقلبها على واحد سميتو واحد داك الورد باش نزوقها. والو ما لقيت لا وردة لا جات، اش ندير هنايا الوسط اختي باش تجي زويونة. مهم البنات دابا عمرت اتاي، بغيت نصايب لندى ونورهان نصايب ليهم شويه ديال الكومير فيه البيض. كان عندي الكومير ها هو ديال يومين، فما غنخليهش يضيع هكاك، غادي نقطعو ندير ليها البنات كيف ما مولفين البيض مع شويه ديال المليحه وشويه ديال الابزار. انا ما كنديرش فيه الحليب، كاين اللي كيدير فيه الحليب انا ما كنديروش. صافي كتغمسي فيه ونقلي عرفتو كيجي لذيذ بزاف. نزيدو ليهم على ديك الكنافه ونحط ليهم اتاي. وعاد ديك الساعه باش نعيط لهم عرفتو حتى حطيت الكنافه في الطبله عاد وانا نتفكر قلت اجي اجي هاد الكوميرات ما يضيعوش غير هكاك. على الاكله الشهيه اللي كترجعكم لايام الطفوله
المهم كيف ما قلت لكم درت غير شويه البيض الملحه وشويه ديال الابزار وبديت كنقلي اختي في الطريفات ديال الخبز كيجيو لذاذ بزاف في البنات عرفتوا رجعوني ليامات الصغر. تانا نادى تطوق واحده شو صار المهم واه تي اكل ساعه الفراجه اكل داري نوران. المهم نكب اختي اتاي الفراجه ها الفراجه انا قلت لك يلا هرس لي سوبر انا ما قلتلكش الفراقع قلت لك واي واي ما عرفت الله ما عقلت قلت لك هزي ها هو البنات الكنافه يا اختي كتجي المهم الطبقه ديال الكريمه كتجي زوينه البنات قطعنا